الخطبة برقم 106 من نهج البلاغة تأتي تحت عنوان ومن خطبة له عليه السلام، وفيها يبين فضل الإسلام ويذكر الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. الخطبة تبدأ أولا بحمد الله تعالى، إذ يقول كما روي عن علي عليه السلام: الحمد لله الذي شرع الإسلام. الإمام عليه السلام بعد هذه البداية يصف الإسلام بأمرين رئيسين. الأمر الأول يقول: فسهل شرائعه لمن ورده. تخيل أن عندك سفر وأنت تخوض هذه الطريق إلى المقصد لأول مرة، وما تدري هل الشارع الذي يوصلك، هل الطريق الذي يوصلك إلى ذلك المقصد معبد أم غير معبد، مليء بالحفر مثل شوارعنا، مكسر الشارع هذا أم أنه مبلط بشكل جيد، هل فيه منحنيات ومنعطفات خطيرة، هل هناك مخاطر في الطريق، قطاع طرق أو غير ذلك. ولكنك عندما تسلك هذه الطريق وتصل إلى المقصد تتفاجأ بأن الأمور كانت سهلة، ميسرة، واضحة، ولا توجد هناك أي مخاطر أو عقبات في الطريق. فسهل شرائعه لمن ورده. هكذا هو الإسلام، لمن يريد أن يصل إلى مفاهيم الإسلام، يتعلم الإسلام ويعمل بما في الإسلام، فإنه سيجد عندما يخوض هذه التجربة سيجد أن الإسلام بهذه الصفة. نعم، نحن نفشل أحياناً في تقديم الإسلام بهذه الصورة، وهذا ما سأتوقف عنده إن شاء الله بشكل مختصر في الخطبة الثانية. الأمر الآخر الذي وصف به الإمام عليه السلام، وصف به الإسلام: وأعز أركانه على من غالبه. من طبيعة هذه الحياة أن تكون هناك صراعات بين المتبنيات المختلفة، بين الديانات وأتباع الديانات المختلفة. هذا أمر طبيعي، سواء الصراع على المستوى الفكري، على المستوى النظري، أو الصراع الميداني من قبيل الحروب وما شابه ذلك. هذه الصراعات الإمام علي عليه السلام يقول أن في الإسلام مقومات العزة والنصر في الميدانين، سواء نتكلم عن ميدان الفكري والبحث والإقناع والنقاش العلمي، أو كنا نتحدث في ميدان الحرب والمواجهة العسكرية والميدانية. طيب، ما هي هذه المقومات؟ يقدم لنا الإمام عليه السلام مجموعة من هذه المقومات الرئيسة. أولاً، العزة والقوة المجتمعية من خلال تحقيق السلم الداخلي في العلاقات البينية بين المسلمين، وتحكيم واستحكام هذه العلاقات البينية، فجعله أمناً، يعني جعل الإسلام بمجرد ما تسلم جعل الإسلام أمناً لمن علقه وسلماً لمن دخله. يعني الإسلام يعطي للمسلم حصانة من عدة جهات: حصانة الدم فلا تستطيع أن تتعرض له بسوء المستوى الجسدي، حصانة المال لا تستطيع أن تعتدي على ممتلكاته، حصانة العرض لا تستطيع أن تعتدي على سمعته، وحصانة الحقوق لا تستطيع أن تسلبه حقوقه. ثاني شيء، العزة والقوة
القوة الفكرية، يقول عليه السلام: وبرهانا لمن تكلم به، وشاهدا لمن خاصم عنه، ونورا لمن استضاء به. يعني الإسلام يشتمل على البراهين والأدلة والمفاهيم والمتبنيات القوية والواضحة عندما يكون هناك صراع فكري، فتستطيع أن تقدم من خلال القرآن الكريم، من خلال كلمات النبي، من خلال كلمات أهل بيته عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، أن تقدم من البراهين والحجج ما توضح حقانية الإسلام فيما يتبنى. ثالثا، الجاذبية الذاتية للهداية، وفهما لمن عقل، ولبا لمن تدبر، وآية لمن توسم، وتبصرة لمن عزم. من أهم ما يتصف به الإسلام أنه الدين المتوافق مع العقل، والدين المتوافق مع الفطرة الإنسانية السليمة، ومن هنا يكون مقنعاً بشرط أن الذي يسأل عن الإسلام، يبحث في الإسلام، أن يكون منصفاً، أن يكون باحثاً عن الحقيقة، أن لا يكون مغرضاً. رابعاً، تحقيق الاستثمار والحصاد السريع وطويل الأجل، وعبرة لمن اتعظ، ونجاة لمن صدق، وثقة لمن توكل، وراحة لمن فوض، وجنة لمن صبر. الإمام سلام الله عليه يقول: من يدخل في الإسلام، من يعيش حقيقة الإسلام، يجد على كافة هذه الصعد، صعيد العقلي، صعيد النفسي، سلامة النفسية، صعيد العملي في سلوكياته، سيجد بأن هناك للإسلام تأثيرات عميقة وإيجابية تعطيك على كافة هذه الصعد نتائج إيجابية في الدنيا، ثم في الآخرة إن شاء الله تحصد كل ذلك من خلال رضا الله سبحانه وتعالى عليك. بعد ذلك، بعد ما قدم الإمام هذه المقدمة عن حقيقة الإسلام، يثني على رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي الذي حمل هذه الرسالة، النبي الذي ضحى من أجل هذه الرسالة، النبي الذي بيّن هذه الشريعة السهلة والعزيزة، حتى أورى قبساً لقابس، أشعل شعلة لكل من يبحث عن الحقيقة ويقول له: طريقك إلى هنا. حتى أورى قبساً لقابس، وأنار علماً لحابس، فهو أمينك المأمون، يا الله نبيك صلى الله عليه وآله هو أمينك المأمون، وشهيدك يوم الدين، وبعيثك نعمة، الذي بعثته نعمة للخلق، ورسولك بالحق رحمة، اللهم اقسم له مقسماً من عدلك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك، اللهم اعلو، اللهم اعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك نزله، وشرف عندك منزله، وآته الوسيلة، وأعطه السناء والفضيلة، واحشرنا في زمرته غير خزايا، ولا نادمين، ولا ناكبين، ولا ناكثين، ولا ضالين، ولا مضلين، ولا مفتونين.